مشاهدي الموقع الإلكتروني مساء الجهة، صدر خلال سنة 2013 مرجع للأستاذ أحمد أمريشة عنوانه أودولا دو طول لي غابل، يحكي عن معاناة ضابط الجيش في الدفاع المغربي. نعم أستاذ أحمد، أنت قضيت ما يزيد أو ما يقارب 23 سنة من الاعتقال في سجون الربولي من الأسر. نعم نعم من الأسر. كاين فرق نعم ما بين نعم فعلا فعلا الاعتقال والأسر. نعم نعم من الأسر من الأسر في معتقلات تندوف. نعم السي أحمد، لو تحدثنا في عجالة عن هذه الفترة التي ضاعت من الحياة ديالك. يعني في الحقيقة أنا لا أقول بأن هذه الفترة ضاعت، وإنما الطريقة التي مضيت بها هذه السنوات كانت طريقة تخالف المنهج الإنساني والحقوق. إذن كأسير حرب، لأننا دخلنا إلى الجيش بنية الدفاع عن القضية الوطنية وعن كرامة المواطن المغربي، لكن ما فاق وما ما أثر فينا هو ما وقع لنا من طرف ما في الأسر وفي معتقلات تندوف، لأن هناك اتفاقيات تنص على احترام الأسير وتحميل الأسير إبان سواء في مدني أو عسكري. إحنا لما وصلنا إلى لما أسرنا تفاجأنا بأننا عند ناس لا ضمير لهم، لا إنسانية لهم، ناس يأخذون أوامرهم من عند جنرالات الجزائر. كنا إحنا ما كان اعتبروش نفسنا أننا كنا أسر عند الانفصاليين، بل كنا أسر عند الجزائر سواء في تندوف أو في الجزائر العاصمة، لأن كانت فئة ما يفوق 500 أسير حرب مغربي كانت بالسجون بوغا والبليدة والجلفة داخل التراب الجزائري في العاصمة الجزائر. نعم، لتقريب المشاهد أكثر من أو القارئ من هذا المؤلف الذي يقع في ربما أكثر من 200 صفحة، معزز نعم معزز بصور ووثائق، يعني تقريبي أكثر. الكتاب يتمحور حول ثلاث محاور: النزاع المغربي الجزائري، خلفية النزاع المغربي الجزائري، نشأة البوليساريو، العداء الذي يكنه الجزائري، لا أقول الجزائري الشعب الجزائري بل حكام قصر المرادية للمغاربة عامة. وفيه محور ينص على ما على الرعب الذي عاشه الأسرى المغاربة في السجون سواء بوغار بليدة بالجزائر العاصمة أو بمعتقلات تندوف. وفيه تكلمت عن المعاناة التي عانتها العائلات جراء طول مدة الأسر، لأن هناك أسرى تركوا أبناء تركوا زوجات، لأن الكل كان أسير نعم في سجون الجزائرية. نعم نعم أستاذ، ما هي الدواعي التي دعتك إلى تأليف هذا المؤلف؟ أنا كأظن كواجب الذاكرة احتراما لأرواح أصدقائنا الأسرى الذين تم تصفيتهم سواء داخل معتقلات تندوف أو سجون الجزائر، أرى من واجبي أن أسرد هذا ما وقع. نعم. شهادة حية. نعم. لما وقع وما تلقاه الأسرى المغاربة والرهائن المدنيين، لأن كانوا معنا هناك كانوا مدنيين. نعم. تم اختطافهم من مدن خارج غير منتزع. نعم. ليست داخل المنطقة المتنازع عليها. نعم. وتم سجنهم معنا وتعرضوا لما تعرض له الأسر العسكري. لو تقربنا أكثر من المعاناة التي عانيتم منها في الرابوني. نعم. في الرابوني. نعم. كأسرى. كأسرى. المعاملة. نعم. كان هناك تعذيب. نعم. تعذيب. تعذيب. الذي كان يشرف عليه. يشرف عليه. عبد العزيز. لا عبد العزيز.
يعطي أوامر، لأن نعم. الأوامر كما قلت في البداية تأتي من عند الجزائريين، من نعم. المخابرات العسكرية الجزائرية. نعم. التعذيب كان ممنهج ولا يقتصر على يوم أو ساعة أو يومين أو شهر، نعم. وإنما طيلة المدة كلها تعذيب، وكلها أشغال شاقة، النقص في الأدوية، النقص في الأكل، النوم، لأن كان ما يسمى بالليزابيل في اللغة العسكرية، هناك الليزابيل هو العد، نعم. خمس مرات في اليوم، نعم. إذن لا يتركون لساعة أو ساعتين من الراحة أو من النوم، نعم. نشتغل اليوم كله من الخامسة إلى السابعة ليلا، وتكون العد مع الـ مع الـ مع أحيانا مع التعذيب ممنهج، لا نعم. لشيء إلا لأننا مغاربة، لأن سيما عندما يأتي الجزائريون يريدون أن يرون أن نتعذب، لا نعم. لشيء إلا لأننا مغاربة. نعم نعم سي احمد، ما هي الانتظارات ديالك من هذا الانجاز ديال هذا الكتاب؟ الكتاب يتضمن توصيات، نعم. منها استرجاع رفات الأسرى المغاربه الذين تمت تصفيتهم داخل المعتقلات، نعم. لان الكل يقول بان كل أسرى تم اطلاق سراحهم، وفي الحقيقة العكس، بل هناك رفات لا زالوا أسرى، لا زالت أجساد المغاربة الذين تم تصفيتهم داخل سواء بسجون الجزائر أو بمعتقلات تندوف، لا زالت أسرى عند العدو، ويجب أن تعاد إلى أهلها، على الأقل يمشوا يترحموا عليها كما جرت العادة عند المسلمين. نعم، واش أربط الاتصال مع الجهات المعنية، مع المجلس الاستشاري حقوق الانسان، مع المدوية السامية للمقاومين؟ نعم، هل طرقت الابواب؟ هذه التوصيات دفعتنا لتاسيس الجمعية المغربية، نعم. لضحايا البوليساري، نعم. ومن بين اهداف هذه الجمعية هذه التوصيات، نعم. وهي محاولة تقديم الجناة العدالة الدولية، نعم. استرجاع الرفات، الدفاع عن القضية الوطنية داخل وخارج البلاد، والجمعية فاتية، وسننا نطرق جميع الأبواب من أجل تفعيل هذه التوصيات، نعم. إن شاء الله. في نفس السياق، هل راسلتم المنتظم الدولي وبلغتموهم بهذه الجرائم التي يقترفها العدو؟ راسلنا وكاتبنا، نعم. لكن لا، راسلتم من؟ الأمم المتحدة؟ الكل، نعم. الأمم المتحدة هي بنفسها هي الراعية لحقوق الإنسان، لم تشرف على 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 على, على رعاية هذه الـ على رعاية مقتضيات اتفاقيات جنيف، لأن في لا تروازيام كونفنسيون جنيف كتقول بأن خاص إطلاق سراح الأسرى عند توقيع وقف إطلاق النار، تم توقيع إطلاق النار وبقينا معتقلين لأزيد من 14 سنة، نعم. وهذا خلل في المنظومة الدولية الأممية. نعم. كجمعية هل راسلتم الأمين العام الجديد؟ لا، لم نراسل أحدا. نعم. الجمعية في طور، نعم. أخذ عندنا الوصل، عندنا، نعم. هي قانونية الآن، نعم. نعم. ولا سوف ننطلق في الدفاع، نعم. أكيد أنا ستكون حاضرة في برنامجكم إن شاء الله. نعم، علمنا بأنه النسخة باللغة العربية ماتت للطبع إن شاء الله، وستعقدون خلال الأسبوع القادم ندوة أو يوم دراسي بطنجة إن شاء الله. هل من كلمك هذا الموضوع؟ سوف تقوم الجامعة عبد الملك السعدي بطنجة بقراءة للكتاب إن شاء الله، نعم. سوف في 17 من مارس.